اهلا بيك معايا وفي الدرس الاخير في السلسله بتاعتنا، واللي هنشغل فيه الزرار بتاع الاد تو فيفوريت، سواء من هنا او من هنا، ان احنا نضيف الفيلم ده للفيفوريت ليست بتاعتنا. يلا بينا نبدا، ولكن قبل ما نبدا اوعى تنسى تعمل سبسكرايب للقناه واللايك الجميل بتاعك على الفيديو، واوعى تنسى ان انت تكون مسجل الليسته دي، لان دي لسته مشروع كامل بالام يو اي فقط، من الزيرو حتى الديبلويمنت. فالنهارده هنفعل الزرار ده ونعمل deployment للابليكيشن بتاعنا. يلا بينا نبدأ، بسم الله. دلوقتي ازاي احنا نوصل للزرار اللي هنا؟ الزرار ده طبعا قلنا في البيجز، في الصفحة التانية اللي هي الموفي انفو، فنروح فيها. واكيد عندنا جزئين، قلنا الموفي بوستر والموفي ديتيلز لو تفتكروا. فاحنا طبعا دي هنا صفحة الموفي انفو، دي اللي هي البيرنت الاساسية. اوكي، طيب دلوقتي احنا بداية في كل في ال... خلينا نفتح الموفي بوستر هنا، ونفتح برضو الموفي ديتيل. احنا عندنا الفيفوريت بوردر ايكون، تعال نروح للام يو اي ونجيب، ممكن نجيبها من الاول هنا من الماتيريال ايكونز، ونبحث هنا عن فيفوريت ونجيب القلب اللي هو المليان وهو اسمه فيفوريت ايكون، ونعمل له امبورت في الموفي ديتيل وفي الموفي بوستر. تمام، طيب ونبدا نشوف ان احنا نبدا نظهر، هنبدا نظهر ده احيانا او ده احيانا، ولكن خلينا ماشيين في اللوجيك بتاعنا من الاول خالص، من اول الموفي انفو الصفحه البيرنت بتاعتنا. دلوقتي احنا نقدر ان احنا نعمل هنا مثلا كونست نسميه is fav، يعني الفيلم ده هل ده في الفيفوريت ليست ولا لا. وسيت is fav use state، ونخلي الاساس بتاعها false. بعد كده نقدر نعمل ايه بقى؟ عايزين اصلا نعمل favorite list اساسا، فممكن نعمل ممكن fav list على طول، وset fav list use state وarray فاضي. طيب دلوقتي احنا عايزين الاس فيف دي، لو هي فيفوريت، لو هي ترو، هل الفيلم ده في الفيفوريت؟ لو الاس فيف دي ترو نظهر القلب المليان، القلب المليان ده نظهره هنا وهنا، وطبعا اد تو فيفوريت نخليها ريموف فروم فيفوريت. دلوقتي هي القلب فاضي وهي مش في الفيفوريت، فمكتوب add to favorite، لو دوست عليها يعمل add to favorite، ولكن عايزين اول ما ندوس عليها تتحط في الفيفوريت، والadd to favorite تتغير ل remove favorite، والقلب يتغير معانا لايه؟ للقلب المليان. طب وبالتالي دي هستخدمها في الصفحة اللي فيها البوستر علشان تأثر على دي، وفي الصفحة اللي فيها البوتون اللي هي دي، وبالتالي افضل حاجه ان احنا نعمل كونتكست. وبالتالي خلينا نعمل كونتكست جديده، لان عشان تبقى يعني محترف في الكونتكست والكود بتاعك لين، المفروض ان كل كونتكست يكون ليها مهمه. فاحنا عندنا اول كونتكست خاصه بالسيرش كونتكست، خاصه بس بالسيرش بار بتاعنا والنتائج اللي بتطلع في الصفحه الاولى. تمام، فخلينا نعمل كونتكست تانية نسميها مثلا ايه، نسميها fave list context .js، وزي ما انتوا عارفين طبعا هنعمل export و fave list، طبعا لازم بالكابيتال لان دي component context equal to create context اللي جاية من الرياكت، طبعا دي function، ونروح جايين بعديها على طول عاملين البروفايدر، بس هنا نعمل const. تمام، تحتيها على طول نعمل برضو export الconst تاني، اسمه نفس دي كده بالظبط provider، انت طبعا براحتك المسميات زي ما انت عايز. تمام، طبعا دي هتبقى عبارة عن component بتاخد prop اسمه children، وبتعمل ريتيرن لايه؟ بتعمل ريتيرن
للفيف ليست كونتكست دوت بروفايدر. طبعا انا بعيد معاكم الكلام ده للمره الثانيه. وطبعا الكومبوننت دي بتاخد بروب اسمه فاليو، بعد كده بنقفلها ونحط الشيلدرن، البروب الشيلدرن هنا. هنا نعمل كونست، انا عن نفسي بحب اعمل كده يعني، كونست شيرد فاليوز. نوع جايين واخدين دي كوبي بيست هنا. طيب دلوقتي دي جاهزه معانا ان احنا نقدر نستخدم الحاجات دي من خلالها، تمام. وبالتالي نقدر ناخد الاثنين دول كده وندخلهم. وطبعا ان احنا اليوز ستيت لازم نعمل لها امبورت من الرياكت زي ما حصل دلوقتي اهو، واكيد هنروح جايين اخدين دول كوبي هنا، نعمل فاصله، ودول كمان كوبي هنا. الريد ده بالغلط. طيب وبالتالي محتاجين ان احنا نعمل بروفايد للحاجات دي، فهنروح للابلكيشن وعندنا هنا سيرش كونتكست بروفايدر، ممكن برضو نحط معاها الايه الفيف ليست كونتكست بروفايدر، ونعمل اوتلت از تشيلدرن ليها. وبالتالي احنا لو رحنا، تعال بقى نقفل هنا، نقفل الاب بارتو، لو رحنا للموفي ديتيل ورحنا جايين فوق هنا، عملنا الكونست وجبنا من اليوز كونتكست، جبنا الفيف ليست كونتكست، نقدر نجيب منها ايه، نقدر نجيب منها الحاجات اللي هي في الشيرد فاليوز. احنا مش محتاجين منها دلوقتي غير الايز فيف، اوكي، مش محتاجين بقية الحاجات التانية. في الموفي ديتيلز نقدر ناخد دي كده هي في البوستر، مش خلينا نمسح السطر ده. طيب وطبعا الاول لازم نعمل امبورت، و امبورت برضو للفيف كونتكست، كله تمام. طيب بالنسبة للبوستر عندنا هنا ايه دي، وبالتالي احنا دي هنا موجودة كتشايلد، فالتشايلد ده نقدر نعمل كده ونعمل ايه بقى، نعمل is fav، نعمل return لايه، نعمل return للfavorite icon، لان ده القلب المليان. يعني لو هي في الفيفوريت طبعا دي فولس، يبقى تعالوا نروح هنا ونخلي ال، ممكن نفصل بس كده ايه فصل علشان ال يعني تقدر تشوف معايا الكود كويس. الايز فيف خلي الانيشال فاليو بتاعته ترو، وبالتالي هنا هتبقى ترو، فيجيب القلب المليان. طبعا هنا لسه علشان في الموفي ديتيلز نروح جايين عاملين نفس الكلام، ايز فيف اهي، فايز فيف دي بيحصل في البوتون تحت، تمام، في الاند ايكون. في الاند ايكون هنروح جايين اخدين نفس اللوجيك ده بالظبط كده اهو، اهو نروح جايين، تمام. وبالتالي هيبقى هنا، وبرضه نقدر ان احنا نغير ال add to favorite، فنقدر برضه نحط نفس المنطق. بس دلوقتي بقى نعمل ايه بقى، لو هي في الفيفوريت نظهر ايه، هنظهر القلب المليان، وبالتالي نظهر remove from favorite. لكن ولكن لو هي مش في الفيفوريت نقول لها بقى ايه add to favorite، فهي كده جوه الفيفوريت، فكده remove from favorite. طيب لو رحنا عملنا initial state false تبقى هنا add to favorite والقلب فاضي، وهنا القلب فاضي. طيب عايزين بقى نتحكم في الايز فيف دي نظامها، تمام. فنقدر نعمل ايه، نقدر نعمل function برضو، function جوه ال context بتاعتنا، لان ال function هنستدعيها هنا وهنستدعيها هنا. فبدل بقى ما نعمل الفانكشن في البيرنت ونحطها بروب هنا وبروب هنا وبتاع،
احنا نعملها في الكونتكست على طول ونعمل لها شيرد فاليو. فمثلا نسميها فانكشن ريموف اد تو فيف ليست. تمام، دي نقول لها ايه مثلا؟ نقول دي هتاخد مثلا باراميتر اسمه موفي اوبجكت، دي تاخد الموفي اوبجكت بتاعنا. اول حاجه محتاجين نعمل تشيك if this movie in the fave list، صح كده؟ ممكن نعمل الحركة دي علشان طيب. تاني حاجة عايزين if found يبقى ايه is fave تبقى true. ده كده لما اجي ادوس على الزرار يا جماعه، لما اجي ادوس على الزرار ده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل تشيك هل الفيلم ده موجود في الفيفوريت ليست. تمام، طيب لو مش موجود في الفيفوريت ليست هروح جاي حطه في الفيفوريت ليست واغير الحاجات اللي جوه. وبالتالي ممكن نعمل ايه؟ الاول نعمل تشيك. التشيك ده بيقول ايه؟ كونست is movie in fave list. طيب دي نعرفها ازاي؟ ناخد ايه نعمل ايه بقى؟ الفيف ليست دي array صح؟ فنروح جايين اخدين الفيف ليست دوت سم. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنضيف الموفي كله، وبالتالي الفيف ليست بتاعتنا دي هتبقى عبارة عن object كل object بتاع الموفي كلها. تمام، وبالتالي سيبوكم من دي دلوقتي، نقدر يعني ممكن اديكم فكرة ازاي نعمل الموضوع ده. ممكن نعمل هنا use effect، مش ممكن use effect ونعمل log للموفي اوبجكت اللي هيجي لنا. كل ما الموفي اوبجكت يتغير عشان بس يعمل لنا مره واحده، فهو ده الموفي اوبجكت يا جماعه، عباره عن اوبجكت في بقى كل الحاجات دي. تمام، اللي احنا بنطلع منها المعلومات دي ونطلع حتى منها البوسترز نفسه. تمام، فلو احنا دوسنا على ده كده عايزين نحط الاوبجكت ده كله جوه الفيف ليست اللي في الكونتكست، فهتبقى في الاري عباره اري اوف اوبجكتس. اوكي، وبالتالي انا لما اجي استدعي دي في اي مكان لازم اديها الاوبجكت اللي هتبدا تعمل عليه الشغل ده، فتبدا تشوف الاوبجكت ده هل هو جوه الفيف ليست ولا لا. فممكن نستخدم فيف ليست دوت سم. سم دي طبعا بتاخد باراميتر اللي هو موفي يعني كل اليمنت جوه الفيف ليست هنسميه موفي. تمام، ففي عندنا موفي دوت هو هناخد الاي دي ده، الاي دي ده نقارنه بالاي دي اللي جاي في البارامز فوق. تمام، يبقى ناخده ده كده موفي دوت ده ايكوال تو، احنا ممكن ناخده موفي اوبجكت ويل اللي هو الحاجة اللي جاية من يوز بارامز، يبقى ممكن نسميها هي أصلا اسمها موفي أي دي، يبقى نسميها موفي أي دي برضو عشان يبقى كله متناسق، يبقى يساوي موفي أي دي. يبقى احنا كده الفانكشن دي هنستدعيها وهي بتاخد اتنين ايه؟ اتنين بارامترز. تمام؟ طيب دي بتطلع لي السم، دي بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي بوليان، بتطلع لي ترو اور فولس. يعني لو لقيت اي اوبجكت من دول جواه الاي ام دي بي اي دي يساوي الموفي اي دي، لو لقيت اي واحد ولو واحد بس حتى، هتروح جايه مطلع لي ترو، وبالتالي يبقى اذا الفيلم ده موجود جوه الفيف ليست. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ اف is movie in fave list، يعني if ال condition دي true اعمل كذا، else اعمل كذا. اوكي، طيب تعال نجرب
تعالوا نجرب دلوقتي. يبقى انا محتاج الست فيف دي ست. يبقى انا اول حاجة اعمل ست is فيف لو هنا موجود ودست على الفانكشن يبقى انا عايز اعمل له ريموف، يبقى اخليها فولس واعمل ست للفيف ليست. عايز بقى ارجعها اعمل لها ريتيرن للحاجات من غير الاوبجكت ده، يبقى هعمل بريف يبقى ريتيرن لايه بقى؟ ريتيرن للبريف دوت فلتر. طبعا عندنا هنا موفي، رجع الحاجة اللي الموفي دوت اي ام دي بي اي دي نوت ايكوال تو موفي اي دي. وبالتالي يشيلها لي من هنا ويحول لي القلب لايه؟ ل ويحول لي القلب اللي هو لل اللي هو البوردر ده، يعني اللي هو نوت فيلد او اللي هو يعني الخط ده كده يا جماعه، يعني القلب المرسوم ده بدون ما يبقى مليان. العكس نعمل العكس بالظبط، نروح جايين set is fav هيبقى true وعايزين نعمل بوش، فهنعمل ايه بقى؟ set fav list طبعا ال previous عندنا previous value، وطبعا ما نقدرش نعمل بوش لان البوش احنا دلوقتي هنا بنعمل return. البوش بتعمل return لل للelement او مش للelement سوري لللينس بتاع الاري الجديد. ف وبالتالي احنا عايزين نعمل ريتيرن هنا لايه؟ لاري. الاري ده فيه سبريد اوبريتور فيه القيمه البريفيوس زائد الموفي اوبجكت اللي دخلها جديد. اوكي وطبعا دي ناخدوها هنا نحطها في الايه؟ في الشيرد فاليو. طيب تعالوا نجرب، انا اعتقد ان هتطلع معانا مشكله بس تعالوا نجرب ونعالجها بنفسينا واحده واحده. ولكن الاول محتاجين بقى ايه؟ محتاجين ان احنا نروح جايين اخدين دي كده وهنستدعيها في الموفي ديتيلز اهي من الكونتكست بتاعتنا اهي عشان نستدعيها. نفس الكلام في الموفي بوستر. اوكي وبالتالي نستخدمها بقى كفانكشن. في الموفي بوستر هنستخدمها فين؟ هنستخدمها في الفاب. يبقى الفاب ده نعمل لها اون كليك، وفي الموفي ديتيلز كانت في البوتون تحت، يبقى البوتون نفس الكلام هنعمل له اون كليك ونجرب. بس نمسح اللوج الاول ونشيل برضو اليوز افكت دي. فنروح جايين عاملين كده اهو، كده بقت في الفيفوريت وكده ايه طلعت بره الفيفوريت، كده بقت الفيفوريت وكده طلعت بره الفيفوريت. ولكن احنا عايزين نعمل كونسول لوج للايه؟ للفيفوريت ليست. احنا ممكن نعمل هنا جوه الكونتكست برضو يوز افكت. لا خلينا الاول نستدعيها، هي استدعيناها يبقى يوز افكت نعمل لوج favorite list fav list. وطبعا كل ما الايه كل ما الفيف ليست بتاعتنا تتغير يعمل لي كونسول لوج. تمام الفيف ليست هنا ايه ايه array فاضي، نعمل كده بقت ايه؟ لا بقت فيها حاجه غلط. ليه بقى؟ هنا يعود سؤال، هنا بقى سؤال مهم جدا. ليه بقى؟ لان احنا ما اديناهاش بارامترز. اوكي فبالتالي هي خدت ايفنت مش بارامتر، هي خدت ايفنت بالطريقه دي. طيب يبقى احنا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين هنا يا اما نعمل هنا فانكشن بالطريقه دي
الفانكشن دي، بتاخد الفانكشن دي فيها اولا الموفي اوبجكت. طيب بس الموفي اوبجكت جايه من البيرنت، تمام. طيب يبقى هل احنا ممكن نخلي كمان الموفي اوبجكت دي نخليها في الكونتكست؟ لا مش هينفع، لان هي بتتغير من واحده للثانيه. ولكن نقدر برضو، تعالوا نجرب، مش هنخسر اي حاجه. ناخدها اكس هنا اهو، ناخدها هنا اهو في الموفي اوبجكت، نروح جايين حاطينها هنا اهو في الشيرد فاليوز، في الشيرد فاليوز بدأ يظهر عندي ايرورز. هنشوف دلوقتي جاية منين، بس خلينا الاول احنا هنا في البيرنت نستدعيها الاول. فاحنا عندنا هنا ايه، هنعمل const يساوي use context، في ال use context fav list context تمام كده errors راحت. طيب خلينا كده نعمل refresh تاني، هنعمل add هنا. ليه بقى؟ لان احنا ما عملناش، ما حطناش الموفي اوبجكت. طيب خلينا بس هنا نقول الموفي اوبجكت بيحصل فيه ايه هنا، وهنا set موفي اوبجكت للداتا، ماشي تمام اوكي. طيب احنا محتاجين الموفي اوبجكت دي كباراميتر هنا، يبقى محتاجين هنا اهو، بس مش محتاجين السيت موفي اوبجكت في حاجه، ومحتاجين في البوستر نفس الكلام، بس مش محتاجين السيت في اي حاجه. وبالتالي هنروح جايين في الريموف اد، بقى هنحط بقى الباراميتر، قلنا اول باراميتر موفي اوبجكت، تاني باراميتر الموفي اي دي اللي جاي من البرامز. يبقى نعمل كده موفي اي دي، ده اللي جاي من اليوز بالرامز اللي من الرياكت راوتر دوم، ونحط لها موفي اي دي. وهنروح في الموفي ديتيلز نعمل نفس الكلام، عايزين برضو كونست موفي اي دي جاي من اليوز بالرامز. وهنيجي في البوتون، هنروح جايين عاملين هنا ايه الرو فانكشن، وبتاخد تو باراميتر موفي اوبجكت والموفي اي دي. وتعالوا نجرب، نمسح كده ونجرب اهو، كده عملنا اضافه للفيفوريت ليست اهي، كده شلناه من الفيفوريت ليست ورجعت. ممكن نعمل ريفرش كده، وعملنا إضافة بقت في الفيفوريت ليست اهي، تمام كده شلناها من الفيفوريت ليست. طيب نجرب بقى، احنا حطينا دي كده فيفوريت ليست، نجرب نروح هنا ونجيب سبايدر مثلا زي ما قلنا، ونخش في نفس الفيلم تاني بقى موجود. طب نجرب نخش في فيلم تاني نحطه. طب اولا حصل مشكلتين هنا، اولا الفيلم ده مش في الفيفوريت، يعني مش موجود هنا اهو. فين التايتل؟ تايتل سبايدر مان هوم كومينج، ده بتاع اللي فات، لكن ده سبايدر مان بس، تمام. وحتى ده 2002، لكن مش موجود هنا، موجود هنا الفيلم اللي فات فقط، اهو الفيلم اللي فات فقط. ولكن ليه ده معمول فيفورت ليست؟ لانه بيقيس، علشان يحط القلب ده بيقيس على الايس فيف، والايس فيف دي احنا حطيناها في الكونتكست، حطيناها فين؟ في الكونتكست، تمام. وبالتالي هتفضل اي فيلم هنجيبه
هيقيس على الايس فيف هيلاقيها ترو. وعلشان نحل المشكلة دي محتاجين الايس فيف دي نطلعها من الكونتكست تبقى خاصة بكل ريندر للكومبوننت لوحديها، ما تبقاش ليها علاقة بالايه بالكونتكست. اوكي تمام. وبالتالي ممكن اساسا كل الفانكشن دي نطلعها بره. وبالتالي تعالوا احنا ممكن نعمل نطلع الفانكشن دي ونطلع ال تعالوا ناخده اهو الايس فيف دي عايزين نطلعها، يبقى الايس فيف كل ده كده سوري يبقى الايس فيف وكل ده هناخدهم في الموفي انفو اللي هي البيرنت. البيرنت اوكي نعمل كده. تعالوا نمسحهم بقى ايه، نمسحهم من هنا والريموف الفانكشن دي. عندنا هنا الفيفورت ليست والموفي اوبجكت فقط. اوكي طيب سيبنا من الايرورز دي دلوقتي، هنحلها كده كده اكيد. طيب فاحنا هنعمل هنشوف الايس فيف والفيفورت ليست. طيب احنا اولا محتاجين نجيب الفيف ليست والست فيف ليست، محتاجين نجيبهم من فين؟ من كونتكست. فنروح جايين عاملين الفيف ليست و سيت فيف ليست تمام. طيب وبالتالي مش محتاجين بقى البارامز دي. اوكي هنا موفي اي دي هتيجي من هنا اهي على طول، والموفي اوبجكت هتيجي من هنا على طول. اوكي دلوقتي دول في البيرنت تمام. طيب انا عايز لما اجي هنا، عايز لما اجي هنا ادوس على ده يبدا ينفذ لي الفانكشن دي، وبالتالي هحتاج احط دي بروب بقى. وبالطريقه دي انا محتاج البروب علشان هحتاج حاجه بره الكونتكست وان انا اثر فيها، ودي ضروريه جدا. وفي نفس الوقت انا عايز دي تخش برضو هنا وهنا علشان اشوف القلب ده هيبقى عامل ازاي تمام. طيب يبقى تعالوا ناخدها خطوه خطوه. اولا عايزين ندخل الايز فيف دي جوه، وبالتالي احنا نقدر ناخدها بروبس برضو. فهنا نعمل ايز فيف ايكوال تو ايز فيف، تبقى في الاثنين عندي. وطبعا هنخش في الاثنين نضيف في البروبس هنا is fail. تمام. طيب ثانيا هنمسح طبعا is fail اللي جايه من فين؟ من الكونتكست. ونروح نشوف كده. طيب ثالثا بقى الفانكشن، الفانكشن اساسا جايه من الكونتكست، واحنا ما عندناش فانكشن جايه من كونتكست، فلازم نمسح الفانكشن ونحط الفانكشن اللي احنا عملناها هنا دي كبروب. كبروب فين؟ كبروب هنا وهنا. يبقى هنا فيف فانكشن ايكوال تو كذا، ونضيف فيف فانكشن دي نضيفها في البروبس، ادي هنا في الموفي بوستر، ادي هنا. ونبدأ هي اللي نستخدمها مكان الفانكشن اللي ايه اللي هي مش موجودة اساسا هنا في البوتون وهنا في الانكليك. نعمل ريفرش كده من جديد كده. فيفورت ليست اري فاضي لو دوسنا هنا بقت كده، وبقت جوه الاري لو دوسنا هنا طلعت وبقى الاري فاضي. فاحنا نجرب ندوس هنا ونجرب نرجع للرئيسيه تاني. لا ده هيدينا ايرور سبايدر. ونجرب نجيب فيلم تاني اهو ادانا هنا ايه ان ده مش موجود لو ضفناه، او الفيفورت ليست بقت فيلمين. طيب قابلتني هنا مشكله تانية ان انا حاجه ادوس على ده هلاقي البوستر القديم ظهر، وبعد كده حمل البوستر الجديد وطبعا طلع لي ايرور هنا على فكره.
طيب علشان احل المشكلة بقى دي هعمل حاجة تانية، هنستخدم بقى ايه؟ طيب يبقى انا هنا هحتاج لا مش من هنا بقى، ممكن في البيرنت، في البيرنت نفسها هنحتاج ايه؟ هنحتاج في اليوز افكت دي، احنا هنا عندنا سيت موفي اوبجكت كمان صح؟ فنستخدمها، وفي اليوز افكت دي هنعمله ريتيرن. الريتيرن دي يا جماعه في اليوز افكت عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن، اولا كده بتاخد الرو فانكشن طبعا ملهاش بارامتر. الفانكشن دي اللي هيتنفذ جوه الفانكشن دي حاجه اسمها كلين اب. كلين اب يعني ايه؟ يعني لما اعمل unmount لل لما اعمل unmount للكومبوننت، يعني اروح لراوتر تاني بمعنى اصح، اطلع من الكومبوننت تنفذ الكلين اب اللي هيحصل جوه. فانا هعمل كلين اب هنا ايه؟ هعمل ان انا ارجع السيت موفي اوبجكت تو نول. وتعالوا نجرب كده، نعمل ريفرش هنا. طيب احنا جينا هنا وضفناها، رجعنا هنا، رحنا لحاجة تانية المفروض ما جبناش ده اهو كده، جاب لنا فاضي اهو، ضفناه كمان الفيفوريت ليست بقت 2، رجعنا هنا جبنا حاجة تالتة خالص، صفحة فاضية ويجيب لنا صفحة فاضية ويجيب لنا حاجة جديدة. ليه بقى؟ انا ممكن اعمل لكم حاجة هنا تبين لكم ايه اللي حصل في الكونتكست بتاعتنا. ممكن نعمل يوز افكت، سوري يوز افكت كده، ونعمل لوج ل موفي اوبجكت ماشي، كل ما الموفي اوبجكت اتغير تمام. طيب فخلينا بقى نمسح الفيف ليست والحاجات دي، اهو ده الفيف ليست كده خلاص، كده اتاكدنا ان كل حاجه شغاله. بص هنا ايه اللي هيحصل يا جماعه، الموفي اوبجكت نول، بعد كده الموفي اوبجكت جات الحاجات الايه، بعد ما اتعمل فيتش جات الحاجات اللي حصل بتاعتي تمام. طيب ضفنا ما ضفناش، بص اول ما ادوس على هنا شوف الموفي اوبجكت هيحصل فيها ايه، هيتعمل لها كلين اب موفي اوبجكت نول. يبقى اول ما غيرت الراوت الموفي اوبجكت بقت نول. طيب نروح على حاجه جديده، فهتروح اوريدي الموفي اوبجكت نول، فمش هيظهر اي حاجه هنا، هنا ابيض، وبالتالي لما الموفي اوبجكت تتغير هيبدا يظهر المعلومات بتاعتها. فنضيف هنا، نروح للفيلم القديم، مش عارف ده كان موجود ولا لا، تقريبا ده ماشي. طيب احنا عندنا اللي متأكدين منه ده وده وتقريبا ده لا كده بقى عندنا مشكلة تانية برضو، الحاجات اللي في الفيفوريت ليست مش معمولة كده، فخلينا نرجع تاني طبعا نمسح بقى ده. احنا كده خلصنا من مشكلة الماونت دي بتاعت الموفي اوبجكت، وبالتالي نمسح اليوز افكت بتاعتها. عايزين نرجع بتاعت الفيفوريت ليست دي. طيب عايزين نشوف تاني هنا ايه المشكلة. هنا عندنا تلاتة، دي سبايدر مان هوم كومينج بس موجودة في فيفوريت بس مش متعلمة كده اوكي. طيب ده شيء جميل جدا، وبالتالي احنا اضفناه، فاوريدي احنا نجحنا ان احنا نضيفه في الفيفوريت، ولكن ما عملناش تشيك هل هو موجود ولا لا. طيب فالتشيك بقى ده نعمله ازاي؟ احنا عايزين التشيك ده يتعمل اول ما الصفحة ندخلها لأول مرة صح كده؟ صح كده. طيب فنعمل ايه بقى؟ احنا عندنا هنا اليوز افكت دي بتعمل فيتش وتعمل داتا تمام. طيب طبعا العملية السطر ده كده اسينكرونس، فاحنا ممكن في نفس اللحظة وهو شغال نعمل ايه بقى، نعمل كونست، نعمل نفس السطر ده كده هو تاني، ناخده كده هو بالظبط. is movie in favorite list ولا لا، هياخد الفيفوريت ليست ويقيس الموفي اي دي اللي جايه من البارامترز، مالناش دعوه بالداتا اللي هيتعمل لها فيتش هل هي موجوده ولا لا خالص، مالناش دعوه بالموفي اوبجكت تماما، احنا هنا دعوه ان احنا نشوف هل الاي دي ده اللي جاي من فوق ده من البارامترز هل ده جوه الفيفوريت ليست ولا لا. فنروح جايين عاملين ايه، فنروح جايين
نعمل كده if is movie in favorite list يبقى set is fav true else set is fav false. ده علشان يديها initial state كده للصفحة. تمام؟ احنا في الفانكشن دي بنعمل عكس، بنعمل لو هي موجودة بنشيلها. لا، لكن انا هنا الغرض من دي ان بقول له لو هي موجودة خليها true علشان البروبس، عشان هي داخلة في البروبس هنا للموفي بوستر، فتقراها ان هي true والموفي ديتيلز تقراها ان هي true، فالقلب اللي هنا يجي لي مليان زي ما حصل دلوقتي كده. بص احنا عندنا هنا تلاتة. تمام، تعال نروح هنا مثلا اهو، موجودة اهي، تعالوا كانت هنا تقريبا، ده اهو موجود. تعالوا بقى نروح عند واحد تالت خالص مش موجود، طب نضيفه بقى موجود اهو في الليستة هنا اربعة، نمسحه الليستة بقت تلاتة، نضيفه تاني، نخش جواه تاني فيجيب. طب نخش بقى جوه حاجة جديدة خالص تبقى فاضية لان هي مش موجودة هنا، لان هو قبل ما بيعمل كل حاجة بيبدأ في اثناء ما هو بيعمل فيتش بيروح جاي يعمل تشيك هنا، يشوف لو هي موجودة يدي الـ is fav true، لو مش موجودة يدي الـ set is fav، يديها الـ is fav يعني state يديها false. وبكده اعتقد ان احنا نكون ظبطنا كل حاجة، ناقص بس هنا لو شايفين هنا حاجات لازقة تحت، فاحنا نقدر ان احنا نروح للمكان بتاعها. دي طبعا موجودة كانت في الهوم بيج، في الهوم بيج وفي الـ Founded Movies. الـ Founded Movies ده بيدي بوكس، ممكن نديه Padding Y بدل Margin Top. Padding Y يعني Padding فوق وتحت تلاتة، وبالتالي بقى كده اهو فوق وتحت اهو، اعتقد كده افضل بكتير. ونشوف برضو في الـ Dark Mode كل حاجة مظبوطة تمام، وهنا برضو كل حاجة تمام كده، كل حاجة شغالة كويس جدا. طيب يب قلنا ان احنا نعمل deployment، بس برضو عايزين نشيل الكونسولز اللي عندنا، فهنروح الكونسول ده فين؟ اكيد ده في الكونتكست، فنشيل use effect اللي فيها console log دي. هنشوف كده عندنا اي console، عندنا هنا اي console، مفيش اي حاجة على ما اتذكر. كان فيه في الهوك في اليوز فيتش كان فيه كونسول لوج هنا مش محتاجينه في الايرورز، لان اوريدي الايرورز بيطلعوا لي هنا، فمش محتاج ان انا اعمل كونسول لوج في حاجه دي لليوزر. الكونسول لوج بتبقى للديفلوبرز، اليوزر بيبقى مش محتاجها. تمام. طيب عندي بعض الورنينجز هنا، نبدا نشوف. بيقول لي في الموفي بوستر في بعض الحاجات assigned but never used، فنروح في الموفي بوستر. فين الموفي بوستر؟ هي دي ودي assigned but never used، يبقى انا مش محتاجهم هنا خالص. عندي، لا لحظة معلش بقى، انا عندي هنا image صح؟ عندي هنا image، يبقى انا اقدر اعمل ايه بقى؟ بدل ما اخدها prop اجيب الimage دي هنا، اجيبها movie object dot بوستر. تمام كده، وبالتالي تمام، وبالتالي ايمج دي كده مش محتاجها خالص اللي في البروبس. وطبعا اليوز بارامز مش محتاجها، وبالتالي همسحها برضو من هنا. تمام، هنروح في الموفي ديتيلز. عندي ديتيلز دي صح؟ طب ما انا عندي موفي اوبجكت، طب ما استخدم الديتيلز بدل البروب، وبالتالي امسح ديتيلز وكل الديتيلز اللي انا جبتها دي بدل ديتيلز اكتب موفي اوبجكت. طبعا لازم اعمل اساين ليها الاول. اها، ولكن هنا هتقابلني مشكله ان initial value بتاعتها نول، وبالتالي هيطلع لي ايرور انه مش هيلاقي الحاجات دي جايه من نول. خلينا نمسح اليوز بارامز ونجرب، اعتقد ان هو هيديني value، هيديني
الفاليو بقول لكم عليها دي، ممكن نكتب مثلا اي حاجة ونروح هنا. اعتقد انه سوري في فين ال ما ادانيش الايرور ده. طب لو عملنا كده والله ده شيء عظيم. هو ده ال initial value بتاعته ايه؟ initial value بتاعته null. طيب هيا مستغرب من الموضوع ده، ان هو يعني اللي انا اعتقدته مثلا، انا اعتقدت ان ايه اللي هيحصل، اعتقدت ان هو هيجي هنا يجيب كل الحاجات دي في حين ان موفي اوبجكت قيمتها نول فما يلاقيهاش. ولكن صح عندنا، لا لا هنا مش هيحصل كده، مش هيحصل كده، لان احنا ايه ليه بقى؟ لان في الموفي ديتيلز البيرنت اساسا لو تلاحظوا هنا، لو في موفي اوبجكت فقط هيعمل ريندر لدول، وبالتالي هيدخل في دول فقط لو في موفي اوبجكت. اوكي، وبالتالي لما يدخل جوه دي يعمل ريندر لدي ويجي يستدعي موفي اوبجكت، مستحيل تبقى نول، لان هو مش هيعمل لها ريندر اصلا الا والموفي اوبجكت موجوده. تمام، بالتالي طبعا نيجي هنا نمسح بقى الايمج ونمسح الديتيلز، نمسحهم كده، وبقى الاثنين فيهم ايز فيف والفانكشن بس، ايز فيف والفانكشن بس، وجايبه الموفي اوبجكت جايباه من ايه؟ من الكونتكست. تمام، والفاوندد موفيز كده نقفل كله. الموفي ديتيلز برضو هتخش هنا وهي مش نول، فهتجيب لنا الحاجات دي عادي جدا. تمام، طيب وبالتالي كده ما عندناش اي كونسول لوج، ما عندناش اي حاجه. طب يتبقى شيء اخير وهو في البوستر. في البوستر يا جماعه، في الكارد، في الكارد ميديا لو هتديها ايمج فهو هيتعامل معاها ان الايمج دي هتبقى عبارة عن باك جراوند للاليمنت، لكن لو هتديها سورس هيتعامل معاها ان هي سورس للفوتو اللي موجودة دي. تمام، فانا اعتقد سورس افضل، الا لو انت بقى محتاجها تبقى ايمج، محتاجها تبقى باك جراوند. وبالتالي برضو تعالوا في الكروت اللي بره دي نروح جايين مجربينها تاني. طبعا كانت في الهوم بيج في الفاوندد موفيز وفي الموفي كارد. في الكارد ميديا ايمج دي تبقى السورس، اهي بقت موجوده. تمام، اعتقد دي كده تبقى افضل من الباك جراوند، لان الباك جراوند هو element فاضي وانت حاطط له باك جراوند. اعتقد هنا كصوره بالنسبه لي افضل. المهم انت تبقى فاهم الفرق بس بين الاثنين، لكن تقدر تعمل اللي انت عايزه، لكن مهم جدا ان انت تبقى فاهم. اوعى تركز مع صوت الاطفال وخليك معايا. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ ديبلوي. تمام، ف نتليفاي مثلا، لكن الاول قبل ما نعمل ديبلوي لازم عشان نعمل ديبلوي نبقى مجهزين. طب كده كل حاجه تمام، مفيش warnings. انا مش لازم يبقى مفيش نت warnings خالص. فهنا ال use effect defined but never used في ال favorite list context، يبقى في context هنا في favorite list هنا مش محتاجين use effect. كده كل حاجة في ال application تمام. cd desktop project نقدر نعمل npm run build. ماشي، عبال ما يعمل البيلد بتاعته هنروح على نتليفاي. طبعا انت تعمل لوجن بالحساب بتاعك. انا عامل بالجيت هاب اللوجن بتاعي، ولكن دلوقتي انا صراحة هروح جاي اعمل ايه بقى؟ هروح جاي اعمل سايتس، اعمل اد نيو سايت وي ستارت فروم ديبلوي مانيوالي. انا عايز اعمل ديبلوي مانيوالي. تمام، الديبلوي مانيوال دي بقى هو هنا خلص البيلد. خلاص البيلد ده بيعمل لي يا جماعه، ده بيطلع لي هنا
فولدر اسمه بيلد، تمام. انا هعمل ريفيل ان فايل اكسبلورر. البيلد ده تاخده كده تشده كده بالماوس تحطه هنا، بس كده مبروك عليك. فاضل بس حاجة ان انت في السايت سيتنجز او السايت سيتنجز اعتقد تخش في البيلد اند ديبلوي، لا في الانفايرومنتس، في الانفايرومنتس هنا، وايديت فاريبلز تحط الفاريبلز بتاعتك. وبالتالي ده الفاريبل بتاعنا اللي هنستخدمه، وهنيجي هنا في القيمة بتاعته. انا هحط القيمة بتاعتي، وانا كده حطيت القيمة بتاعتي وادوس سيف. اتعمل لها ديبلويمنت، بس دلوقتي انا اقدر ادخل في الجنرال والسايت نيم ده تغيره. فمثلا نعمله تشينج سايت نيم، بدل ما هو بصوا نيم جولدن مش عارف ايه دوت نتلي فايل، انت تقدر تحطه ايه ليف منتور ام يو اي اب مثلا. وبالتالي اهو اللينك اتغير، نقدر ندوس عليه شغلنا الابلكيشن بتاعنا سبايدر فيل تو فيتش. طيب ايه المشكلة بقى؟ المشكلة هنا بيقول لك HTTP، وبالتالي دي زي سكيورتي من الموقع ما بيقبلش الا من سكيورد اللي هو HTTPS، تمام. فهنقدر بقى نعمل ايه؟ نروح بقى للفي اس كود بتاعنا ونروح اي مكان عملنا فيه فيتش. فطبعا عملنا فيتش لما عملنا بيرفورم فيتش، صح كده؟ بيرفورم فيتش. طبعا في اليوز فيتش مش محتاجينها، ولكن هنحتاجها هنا اهو. هنعمل HTTPS، وهو الموقع بيقبل الاثنين، يعني الموقع اللي هو بتاع OMDB API بيقبل HTTPS برضه. وهنروح جايين بقى مضطرين نعمل ايه بقى؟ نعمل تاني npm run build. وعبال ما يعمل البيلد نشوف بقى هنروح فين. هنا في deploys، deploys دي اللي خاصة بايه؟ بالديف منتور MUI app، ماشي. دي deploys بتاعتها، ونروح جايين حاطين كل الحاجة اللي هتطلع هنا. بس الأول نتأكد كده البيلد خلص. هنروح جايين هنا ناخد البيلد ده تاني كده، البيلد ده ناخده تاني هنا ونسيبه هنا اهو. هيعمل ابلودنج، تقدر تدوس عليه تشوف الخطوات. بيقول لك تمام is live، ماشي. ممكن تعمله بريفيو، بس خلي بالك ان البريفيو ده هيديك كود هنا للبريفيو، تمام. لكن طبعا انت يعني هيشتغل برضه، لكن ده بيقول لك بس الديبلوي دي عامله ازاي. ولكن هنا ده الابلكيشن النهائي بتاعك، تقدر تعمل بقى هنا هو سبايدر، مبروك عليك. تدخل هنا كده الموقع بتاعك لايف، تقدر تبعت اللينك لاي حد من صحابك يشوفه او المنتورز بتوعك. ترجع تاني اهو بتسجله. طبعا لو حابب نشيل الويت اللي احنا حطيناه، احنا بس عاملين الويت علشان السبينر دي تبان. حابب تزودها حابب تشيلها خالص، احنا بس حطيناها فور براكتسنج، وان احنا نبين الشغل اللي احنا عاملينه في الموقع. لكن طبعا اكيد 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 في الريل ابلكيشنز يعني اكيد مش بتستخدمها يعني، تمام. ولكن هنستخدمها في حاجه زي كده، ان احنا عايزين نظهر الايفكت ده، فادينا له ويت فيدي الايفكت الجميل ده. لو كملت معايا الكورس لحد اخره مبروك عليك. اعتقد انت استفدت كتير جدا. وطبعا انا ارحب باي تعليقات او اي حاجه انا عملتها غلط وانت حابب تفيدني وتصلحها لي، اكون شاكر جدا ليك. كان كورس حقيقي بذلت فيه مجهود كبير، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى اكون ان انا طريقه شرحي اكيد اكيد هي مش 100% بيرفكت، ولكن اتمنى ان اكون قدرت اوضح كونسبت كتير جدا واحنا شغالين عليها، او اي حاجه انا عملتها ما عملتهاش بطريقه غامضه. ولكن طبعا الحاجه اللي فيها تفاصيل اكيد بتحتاج فيديوهات اخرى خاصه بيها، زي مثلا الكاستم هوكس او زي الكونتكست. ولكن اتمنى ان وانا شغال اكون عملت الحاجات بشكل واضح، واكون انتقالي ما بين الكومبوننتس والتانية كانت برضو بشكل واضح. مبسوط جدا ان انتوا تابعتوا معايا.
لو وصلت معايا للاخر. خلي بالكوا هنا، بصوا في كلمه سودة تبقى تصلحها انت في الابليكيشن بتاعك، وانا هصلحها طبعا لما نقفل، ولكن اكيد عرفتوا خلاص بتتصلح ازاي. احنا هنروح لمكانها ونعمل تكست دوت برايمري عشان نجيبها من الثيم بتاعتنا. يا ريت تعمل سبسكرايب الليسته لو عجبتك، ارجو ان انت تشيرها لكل اصحابك اللي انت شايفهم مهتمين ان هم يعملوا مشروع زي ده، وان هم يتعلموا الحاجات اللي انت اتعلمتها معايا خلال مجموعة الحلقات دي. تابع معايا وفعل الجرس عشان تشوف اي فيديوهات جديدة، واشوفكم على خير في كورس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.